تنادي علي جاسم حسين، إحصائي أول إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية. التحقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عام 2003 كوظيفة إخصائي معلومات. تخرجت من جامعة البحرين بكالوريوس نظم معلومات، وعندي تخصص فرعي دبلوم مشارك في الهندسة الإلكترونية، وأيم سيرتيفايد ليد أوديتر. بالإضافة لعملي في الإدارة كنت مدقق داخلي للجودة لمدة 15 سنة من 2004 ل 2019. الشغل بشكل أساسي يتمحور في توفير مختلف المعلومات التجارية والاقتصادية والاستثمارية عن مملكة البحرين، من إحصائيات وتقارير ودراسات متنوعة سواء كانت سنوية أو فصلية أو شهرية بين مملكة البحرين ودول العالم المختلفة الشقيقة والصديقة، وأيضاً بين مملكة البحرين والتكتلات الاقتصادية المختلفة. العمل يتطلب الدقة في الأرقام، بما أن التقارير التجارية مهمة وتصب في تحقيق رؤية الإدارة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وبالتالي تحقيق رسالة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في القيام بدور فاعل في تنمية الاقتصاد الوطني بتشجيع وترويج واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية. أعتبر نفسي محظوظة للعمل بإدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية، ما بالغ إذا قلنا نحن نعتبر نفسنا بين عائلتنا الثانية. أجواء التعاون والتضامن والمرح تعطينا دافع قوي حتى نعطي أفضل ما يكون في العمل، خصوصاً لما تكون أجواء العمل ضاغطة شوية. تكريم الأخت هنادي لموظف الشهر لشهر ديسمبر هو تكريم لجميع زملائها بإدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية. تميزت الأخت هنادي بالإخلاص والدقة والإتقان في العمل اللي تقدمه، وهي من الكفاءات المتميزة في الإدارة، وأيضاً بذلت مجهود أكثر من رائع خلال هذه السنة والسنوات الماضية، ومن كثر حبها للعمل كانت تعمل حتى في إجازاتها الأسبوعية. أتمنى لها الاستمرار في مسيرة العطاء الدائمة، وكل الشكر والتقدير على عملها الدؤوب، وكل التوفيق لها ولجميع زملائها في الإدارة. أستغل الفرصة بمناسبة العام الميلادي الجديد أوجه تهنئة لكافة منتسبي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. أتمنى لهم سنة سعيدة ومثمرة. كل عام وانتم بخير.